هذوما زوج مقابلات في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا، نضيف لهم زوج مباريات أخرين في إطار تصفيات كأس العالم البرازيل 2014. كرة ترجع منتخب تونس طيبة من المساكني، دراجي المساكني، يبحث عن المساندة، يلا يا يوسف الدراجي ياخذ كرة طيبة من عند دراجي في مناطق الجزاء، فرصة تعادل وهدف تعادل وهدف التعادل ممتاز، هدف التعادل ممتاز جدا. فتح الغربي يعطيك الصحة يا فتح، فتح الغربي عدل النتيجة. الدقيقة 20، الدقيقة 65 من المباراة، 1-1 بين تونس وسيراليون. كما قلنا منتخب ليس من الخطير، منتخب سيراليون عناصرنا تفوق من جميع المستويات في الحقيقة، فنيا بدنيا تكتيكيا. أول فرصة أول عملية كانت منسقة، توصل كرة الفتح الغربي بامتياز، لاعب سي اس اس لاعب نادي سفيقسي يتمكن من تسجيل النتيجة تعديل النتيجة، وهي الإعادة ممتازة، تصويبة ممتازة رائعة بفنيات المهاجمين اللاعب فتح الغربي عدل النتيجة. شوف الامتياز في المراوغة والامتياز الأكبر في التصويب في الزاوية الفارغة على يمين الحارس كوكلر اللي ملقى حتى حل لتصويبة فتح الغربي. 1-1 فسخ وعاود.